الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم في حقل الإحصاء الوصفي. الموضوع هو الوسط المتحرك Moving Average. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. الوسط المتحرك Moving Average تستخدم الأوساط المتحركة في توهين أو ما يسمى smooth أو smoothing، في توهين التعرجات الحادة في البيانات الرقمية بقصد معرفة الاتجاه العام لها. لنفترض على سبيل المثال توافر البيانات الآتية: بيانات T تبدأ من 1 ثم 2 3 وتنتهي بـ13، والمتغير المقترن بـT X يبدأ بـ5 3 7 10 وهكذا وينتهي بـ30، حيث على سبيل المثال هنا ترمز تي للفترة الزمنية وأكس لسعر السهم. لو رسمنا صورة بيانية لهذه القيم مع الزمن، أي يعني اقترنا الآن أكس مع تي، لحصلنا على الشكل الآتي: الآن هنا الفترات الزمنية وهنا الآن أكس السعر. لو رسمنا الآن كل زوج مرتب 1 مع 5، 2 مع 3، 3 مع 7، 3 مع 7، 4 مع 10 وهكذا حتى ننتهي من الزوج المرتب 13 مع 30، لحصلنا على هذه الصورة البيانية. الآن طبعا هذه الصورة فيها تعرجات، صحيح يعني بالنظر يمكن لنا أن نستكشف الاتجاه العام بأنه في صعود بطيء مضطرد، لكن الآن تساعدنا طريقة الأوساط المتحركة بالتعرف على الاتجاه العام من خلال ما يسمى بالوسط المتحرك. إذن البيانات ذاتها الآن X هنا 1 2 3 4 وهكذا حتى ننتهي بالفترة 13، و X نبدأ بـ5 3 7 وننتهي بـ30. الآن لنستخدم طريقة الأوساط المتحركة في توهين التموجات في البيانات من خلال حساب المتوسط لمجموعة جزئية منها. الآن على سبيل المثال لو قمنا بحساب المتوسط للقيم الثلاث الأولى ثم للثلاث الثانية ثم للثلاث الرابع الثالثة والرابعة وهكذا، نحصل على السلسلة الآتية: الآن المقصود بالثلاث الأولى 5 و3 و7 متوسطها، ثم 3 و7 و10 متوسطها، ثم 7 و10 و5 متوسطة وهكذا. نحصل الآن أول ثلاث يعني الآن الوسط المتحرك للثلاث قيم الأولية ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا، يرمز له MA Moving Average للثلاث قيم الأولى يعني طبعا، ويساوي حاصل مجموع 5 زائد 3 زائد 7 على 3 اللي هي 3 فترات ويساوي 5 بالحالة هذه. الآن Moving Average اللي 3 فترات كما ذكرنا، لكن الثانية اللي هي المجموعة الثانية، الآن تبدأ المجموعة الثانية من العدد الثالث 3 زائد 7 زائد 10 قسم على 3 يساوي 6.3 تقريبا. الآن وهكذا حتى مثلا الموفينج أفريج لثلاث كميات، لكن العاشر الموفينج الوسط المتحرك العاشر يساوي آخر قبل الأخير 5 زائد 20 زائد 15 مقسم على 3 يساوي 13.3، وآخر واحد طبعا موفينج أفريج اللي هو بكون هو الحد الأقصى من الأوساط المتحركة، حيث عندي 13 فترة، وبالتالي هنا نحصل، ولأنه اخترنا إحنا 3 فترات moving average يعني وسط متحرك لـ3 فترات كل 3 فترات مع بعض، فبكون الحد الأقصى 11 فترة، وبالتالي بكون متوسط اللي هو آخر أرقام هذه 20 زائد 15 زائد 30 مقسم على 3 ويساوي 21.3. هذه الآن هي 11 متوسطا 11 أو 11 متوسطا، وبكون الآن الرسم البياني لها قد توهن التموج. لو قارناها بالصورة السابقة التي شرحناها في الشريحة السابقة بكون بالحالة هاي هذا أكثر نعومة وأكثر توهنا. نلاحظ توهن البيانات. الآن نكمل، كلما زاد عدد الفترات الداخلة في حساب المتوسط ازداد التوهن، بمعنى آخر أو التوهين قل التعرج وقلت الاعوجاجات والانكسارات في المنحنى الممثل للوسط المتحرك المحسوب.
أي أن حساب المتوسط على سبيل المثال MA 5 قبل شوي، يعني قبل قليل حسبنا MA 3، الآن MA 5 يؤدي إلى توهين انكسارات أكثر من MA 3، و MA 7 أكثر وأكثر. ولو حسبنا الوسط MA 12 بمعنى آخر فقط نقطتين الأولى وقبل، يعني عندي ثلاثة عشرة فترة، لو أخذنا الأولى والثاني عشر والثاني والثاني عشر يكون عندي نقطتين، حصلنا على نقطتين فقط، ويمثلها طبعا الرسم البياني الآتي اللي هو فقط نقطتين عشرة و12.8. أرجو الرجوع إلى الأرقام حتى تأكدوا من أنفسكم بهذه الحالة. الحمد لله رب العالمين، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإن شاء الله إلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن.